معايير مصداقية الكتاب المقدس الجزء الثاني. ناخد مع بعض المحاضرة الثانية في السلسلة أو الكورس اللي هنتكلم فيه على معايير مصداقية الكتاب المقدس. زي ما وضحت أنه اللي ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس دايما بيهاجموه، تيجي تستشهد بحاجة معلومة مذكورة في الكتاب المقدس، تاريخية، جغرافية، علمية، واتفر، يرفضوه وممنوع تستشهد بيه. هات لي من العلماء، ما تجيبليش من الكتاب الديني ده، وممنوع تستشهد به في أي نقطة تاريخية أو غيرها. بل بالنسبة لهم كل ما ذكر فيه هو خطأ، مش حتى يثبت صحته، حتى لو ثبت صحته. مفيش داود، لقينا داود برضه غلط. مفيش سليمان، لقينا سليمان برضه غلط. وهكذا. ويدعوا طب ليه ممنوع أن احنا نستشهد بكتاب المقدس؟ ملوش مصداقية، ده مش مرجع له مصداقية، ده كتاب ديني ما تستشهدش به، ليس مرجع يعتد به. الأناجيل ذكرت حاجات تاريخية بمنتهى الدقة، لا ما اعتمدش بيها، رغم أن يوسفوس قصادهم واو، ده بالنسبة يوسفوس كلامه منزل ما فيهوش خطأ في حرف واحد، لكن الكتاب المقدس قصاده لا. فهل فعلا الكتاب المقدس ليس له أي مصداقية ولا يصلح الاستشهاد به كمرجع يستشهد به؟ فبدأت في الجزء السابق تقديم طب هي إيه المعايير اللي يجب أن تكون في ذهن أي شخص عشان يحكم بحيادية ان الكتاب اللي قدامه، بغض النظر ايه هو الكتاب ده، لكن يحكم ان الكتاب اللي قدامه ده ليه مصداقية، ده لو كان انسان حيادي. وللأسف كثير من غير المؤمنين ليسوا حياديين، ولكن ده للي عايز يكون فعلا حيادي. ايه في ذهنك، ايه المعايير الكلاسيكية الاكاديمية اللي تحكم بيها ان المرجع اللي قدامك ده فعلا يعتد به؟ قدمت المعايير الأكاديمية لمصداقية أي كتاب أو مرجع مهم، وهم المختلفين من مقياس لآخر، ولكن ملخصهم 5 معايير أكاديمية قدمتهم. وضحت أنه في الحقيقة الكتاب المقدس اللي بيهاجموه الكثيرين ويدعوا بعدم حيادية أنه هو غير ليس له مصداقية، رغم أنه في الحقيقة تنطبق عليه كل هذه المعايير. فهو مش بس ينطبق عليه المعايير الخمسة المتعارف عليهم، بل وضحت أنه هينطبق عليه 12 معيار. وبدأت في الجزء السابق المعيار الأول، وهي دقة محتوى الأكريسي، ووضحت تقسيمات تحت هذا المعيار. درسنا معيار دقته ومصداقيته تاريخيا، وأمثلة مما حاولوا يخطئوه واتضح في الآخر صحته فيهم كلهم، بل قارناه بمراجع تاريخية مصدقة وتعتبر لها مصداقية، وأن إزاي الكتاب المقدس بحيادية بالقياس بالستاتيستكس أعلى منهم كلهم. درسنا معيار دقة ومصداقيته جغرافيا، وبرضو أمثلة من اللي حاولوا تخطيئه بعنف بأي شكل وثبت صحته فيهم كلهم، بل أيضا قدمت مقارنات كتابات أخرى بالنسبة لهم مصدقة، واتضح الكتاب المقدس متفوق عليهم كلهم. وبدأنا في دراسة دقة ومصداقية مصداقيته علميا، وفي نقاط كثيرة. الموضوع ده هيكون فيما بعد قسم كامل، أنا بقدم أمثلة بسيطة الآن، بقدم فقط أمثلة. قدمت في الجزء اللي فات 3 نقاط، أي واحدة منهم كافية لإثبات دقته ومصداقيته، بما فيهم شهادات علماء رموز في التاريخ زي نيوتن وكيبلر وغيرهم اللي بيعتبروا آباء للعلوم الحديثة، وكلهم أكدوا مصداقيته فيما يذكره من معلومات ألهمت العلماء على مدار العصور، وخاصة العصر الحديث في البحث والاكتشاف. نكمل في مصداقيته علميا، ونكمل في المعيار الأول اللي هو الأكريسي أو دقة المحتوى. ومرة تانية أنا ما بقولش إعجاز ولا مش عجز ولا الكلام ده اللي بينادوا به بعض الناس المتخلفين المتخيلين إن إلههم عايز يعجز، لا فيش حاجة من الكلام ده. كتابنا ليس كتاب علمي، ورغم ذلك لو تطرق في سياق كلامه لنقطة تصنف أنها نقطة علمية بيكون صحيح تماما، حتى لو البشر في زمانهم ما يعرفوهاش. ده مش تعجيز، ولكن ده مصداقية محتوى. ناخد النقطة الرابعة، وهي دوران الأرض حول محورها. لما جاليليو تكلم عن دوران الأرض أو أن الأرض تدور حوالين الشمس، الكلام ده طبعا جاليليو عاش ما بين 1564 ل 1642، اعتبروه البعض هرطوقي، ودول منهم مسيحيين، رغم ان الكتاب المقدس كان ذكر ده في سفر ايوب من زمان، ده واحد من اقدم اسفار الكتاب المقدس، لما بيقول في ايوب 38: هل في ايامك امرت الصبح؟ هل عرفت
الفجر موضعه، ده لما ربنا بيسأل أيوب من ضمن الحاجات الرائعة، 71 سؤال اللي سألهم ربنا لأيوب وكلهم صح علميا. ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها، تتحول، كلمة تتحول يعني تدور، تدور حول محورها، كطين الخاتم وتقف كأنها لابسة. بيتكلم إنها بتتحول، تدور حول محورها، زي عارف ما تمسك كرة من حجر طيني وتدورها حوالين محورها. قالها بوضوح، بل أيضا تقدر توصل لنفس الاستنتاج من حديث الرب يسوع المسيح له كل المجد لما بيتكلم على ظهوره في المستقبل في مجيئه الثاني والأخير، لما بيقول في حديثه يكون اثنان على فراش واحد، يعني نايمين بالليل في منطقة هيكون فيها نوم، ده المسيح هيجي في لحظة واحدة لكن الناس هتكون نايمة بالليل، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، تكون اثنتان تطحنان معا، يعني في الصبح باكر، فتؤخذ قبل ما يبتدوا يسخنوا الفرن ويبتدوا يحموا ويخبزوا، فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، يكون اثنان في الحقل يعني أثناء العمل في الظهر، فيؤخذ الواحد ويترك الآخر، الكلام ده في لوقا 17:34، يعني واحد هيكون بالليل نايم، ده لما في نفس اللحظة اللي يجي فيها المسيح، واحد هيكون الصبح شغال، واحد هيكون الظهر أو بعد الظهر، واحد هتكون الصبح بتطحن، واحد هيكون الظهر أو بعد الظهر شغال في الحقل. ده بيتكلم على الفترات الزمنية المتتالية، يعني واحد هيكون الأرض عنده ظلام، لما في نفس الوقت واحد هيكون عنده الفجر، لما في واحد هيكون عنده الظهر أو بعد الظهر. ده كلام المسيح، جزء من الأرض ليل، جزء من الأرض صبح باكر، وجزء من الأرض الظهرية أو بعد الظهر، ده في نفس اللحظة اللي يظهر فيها المسيح، نفس الدقيقة، ده ضمنا لأنه الأرض تدور حول محورها، لذلك جزء منها مظلم وجزء منها منير. وطبعا زي ما قدمت سابقا، الأدلة الأثرية المسيحية باستمرار تصور الأرض كرة تدور في يد الرب، ده من قبل جاليليو بكتير، عندنا أيقونات قديمة من القرون الأولى عبارة عن دايما يترسم المسيح ماسك الجلوب في إيده كرة بتدور. فرغم أن أجمع علماء قرون عديدة على ثبات الأرض، علماء مسيحيين وغير مسيحيين على فكرة، وقعدوا ينادوا أن الأرض ثابتة، وبناء عليها البعض اعتقد أن الكتاب المقدس ممكن يكون غير دقيق، لكن كالعادة يتضح أنه هو دقيق تماما، ده اللي قاله في سفر أيوب وعادات كتيرة، فده دايما يوضح لحضراتكم اللي بيتكلم عن الكتاب المقدس دايما ليه مصداقية في كل نقطة، حتى لو قعدوا يظنوا وقتها أنه غير دقيق. ناخد مثال خامس من أمثلة ضخمة، بدأ العلم يكتشف تحلل العناصر، طبعا بعد ما اكتشف ألبرت أينشتاين الطاقة النووية وطاقة الانشطار وتجارب العلماء الألمان والعلماء الغربيين في القرن العشرين قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وهكذا، والاكتشافات دي كانت مبهرة جدا. لكن قبلها لو واحد حب يقول لكم الذرات والعناصر بتنشطر، قبل ألبرت أينشتاين، قبل ما اخترع المعادلة E=mc² الشهيرة بتاعته، أساس كل الطاقة النووية والانشطار، واحد عايز يقول حاجة للناس اللي ما يفهموهاش، يصف الطاقة الحرارية النووية والانشطار وانحلال ذرات العناصر ازاي؟ هيصفها بأن العناصر تنحل وتخرج طاقة حارقة مرتفعة جدا أكتر مما كانوا يتخيلوا فتحرق، وهذا ما ذكر معلمنا بطرس الرسول صياد السمك، وحقول ليه أنا بقول التعبير ده، لكن بيكتب بالوحي الروح القدس قبل 2000 سنة أو قبل 1900 سنة من بداية اكتشاف الطاقة النووية، إن العناصر تنحل وتنتج طاقة، ده رغم أن يخالف العلم لقرون عديدة اللي كان يرفض تماما لقرون طويلة أن ذرات العناصر تنشطر، كانوا بيقولوا لا ذرات العناصر لا تنشطر، الكلام ده قاله بوضوح في رسالته، رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية إصحاح 3 بداية من عدد 10، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة
وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي إناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب تنحل. ملحوظة هامة جدا، استمر علماء غير مسيحيين على مدار العصور لمدة 19 قرن، وبخاصة بزمن قليل قبل ألبرت أينشتاين، وبخاصة في القرن الـ18 مع بداية زمن النقدية الغربية، قعدوا يسخروا من معلمنا بطرس الرسول بأصعب السخرية، ويقولوا ده صياد سمك جاهل، ايه التخلف اللي بيقوله ده؟ العناصر لا تحترق، فأصغر شيء ذرة العنصر ودي لا بتتحلل، وذرات العناصر لا تحترق ولا تنحل ولا تنتج طاقة. قعدوا يقولوا كام قرن، علماء، إجماع العلماء كام قرن. ولكن بمرور الزمان اتضح أنه الصياد اللي كانوا بيهاجموه بقلة أدبهم يقولوا جاهل، لكن كان بيتكلم بوحي الروح القدس، طلع هو الصح، وطلع إجماع العلماء خلال كل هذه القرون هم الغلطانين. ليه اتكلم صح؟ بسبب إرشاد الروح القدس، واتكلم بمنتهى الدقة والمصداقية، وعلماء أزمنتهم لمدة 19 قرن المتخصصين رغم إجماعهم كانوا كلهم خطأ، والكتاب المقدس اتضح أخيرا أنه هو الصح. رجاء محبة الأساتذة الأحباء، ما تخلوش حد يشتتكم لا في البلتوك ولا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك ولا غيره. أشكركم جدا، ربنا يبارككم يا رب. طيب بعد ما اكتشف، ورغم الاكتشاف ده لعدم حياديتهم ولكركمهم للكتاب المقدس، حتى الآن لا يعترف بصحة اللي قاله معلمنا بطرس الرسول. إيه رأيكم؟ فليه لما بيتضح صحة كلامه بطريقة لا يمكن تخمينها أو تخيلها محدش بيعترف بمصداقية الكتاب المقدس حتى الآن؟ عشان تعرفوا ان الناس دول ليسوا حياديين. المثال ده لوحده كافي، ولكن بالطبع يوجد مثله مئات ان لم يكن الالاف من الامثله في الكتاب المقدس. رجاء محبه، خلي بالكم، واحد يدخل يقول موضوع يشتت انتباهكم تماما عشان يجذب انتباهكم ويخليكم ما تسمعوش كلمه، ده بيبقى غرضهم كده، خلي بالكم، ويستثمر يعني يستجلب عطفكم وتتشتتوا تماما عن الموضوع المتقدم. رجاء محبة. ندخل في النقطة الستة، فمرة تانية موضوع معلمنا بطرس الرسول ده لو الناس الملحدين دولة أو الغير مؤمنين ليهم أي نقطة مصداقية كانوا اعترفوا أنه الكتاب المقدس ده رائع جدا، على الأقل فقط لمثال معلمنا بطرس الرسول. نقطة ستة، استهلاك كتل الأجرام السماوية. العلم الحديث حاليا اكتشف ان الاجرام السماويه بتفقد جزء من كتلتها بسبب ما تشع من طاقه حراريه وضوئيه وطاقه الاندماج والانكماش وغيره، والكلام ده اتقاس حتى عن الشمس وقدمته تفصيلا في ملف معدل انكماش الشمس وكميه الهيدروجين جزء واحد وجزء اتنين، لكن ده اكتشف حديثا. نلاقي الكتاب المقدس قد ذكر ذلك تفصيلا في سفر مزامير 102، من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. كويس، هي تبيد. تبيد إزاي؟ بف؟ لا، وأنت تبقى كلها كثوب تبلى. عارف الثوب لما تفضل تلبسه سنين طويلة وكله شغال بيدوبر ويدوب حتة في حتة لغاية من الأول ما بان ليه وبرة كبيرة في الآخر يبقى خرقة كده متهلهلة. شبه السماوات تدريجيا تتآكل كتلتها كثوب يبلى. فبدقة وصف الأجرام بالثوب الذي يبلى تدريجيا، يعني يفقد سمك نسيجه باستمرار، وفعلا ده اللي بنشوفه، الأجرام تفقد كتلتها تدريجيا. بل وضح أيضا أن السماء أي الفضاء والنجوم بغازات كتيرة، فهي غازية يعني زي الدخان، ده المثال اللي شبهها فيه، وتتفاعل كدخان وتضمحل تدريجيا زي الدخان نتيجة هذه التفاعلات الغازات يعني. وده اللي قاله الكتاب المقدس في أشعياء 51،
ارفعوا إلى السماوات عيونكم، انظروا إلى الأرض من تحت، فإن السماوات كالدخان تضمحل. زمان ما كانوش يعرفوا إيه النجوم دي، وبعضهم كان بيفكر النجوم دي نجوم للشياطين، يعني حجر بيرميه الإله بالشياطين، وبعضهم كان يفكر النجوم حاجات تانية، ولا آلهة، ولا نصف الآلهة دي ميجادز اللي بتموت تبقى نجوم، والكلام الخرافي ده كله. والكتاب المقدس الوحيد استمر عبر الزمان في النص يقول إنه كل النجوم دي مكونة من عناصر غازية زي الدخان تضمحل. ايه رأيكم؟ ده اللي قاله الكتاب. بيعترفوا بدقته؟ لا، ممنوع حتى كمان يمنعوك تستشهد بيه. سبل المياه الرائعة، نقطة دي رجاء محبة، ركزوا معايا فيها، لأن دي برضو كافية جدا. محدش كان يعرف حاجة اسمها شيء طيارات مائية. عارفين اللي بيدرس الملاحة بيعرف حاجة أساسية بيستخدموها في الملاحة حاليا اسمها الطيارات المائية اللي بتمر في قلب البحار والمحيطات، وبتستخدم دي أساسية للملاحة حاليا. لكن في عالم شهير اسمه ماثيو موري، وادي صورته قدام حضراتكم. هذا العالم الشهير المسيحي كان بيقرأ في الكتاب المقدس في سفر المزامير مزمور 8 عدد 8 اللي بيتكلم على ربنا يعرف كل شيء، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. ايه سمك البحر ده؟ السمك اللي كمان عارف الطرق اللي موجودة في المياه. ايه سبل المياه دي؟ هذا العالم لفت نظره بشدة، وعرف ان الكتاب المقدس بيتكلم على حاجة اسمها يعني سبل المياه، حتى في الانجليزي اللي هي كارنت، تيار مية. ازاي تيار مية داخل البحار؟ البحار كل اللي نعرفه عنها فيها امواج، لكن ما فيهاش كارنت، ما فيهاش تيار مية. ودي وقتها محدش من البشر يعرفها، لكن بيقول ربنا السمك عارفها اللي البشر ما يعرفوهاش، السمك عارفها. فبدأ هذا العالم حط في ذهنه لازم يكتشف ايه ده، ايه الكرنت، الووتر كرنت اللي موجودة في البحار والمحيطات دي اللي بيذكرها الكتاب المقدس والبشر ما يعرفهاش. بدأ بحثه بشدة في هذا الامر لغاية ما فعلا اكتشف ان في حاجة اسمها الووتر كرنت في البحار والمحيطات، طيارات المياه اللي ذكرها الكتاب المقدس، وحتلاقوها معترف بها في المراجع بما فيها. حتى لو فتحت صفحة ماثيو موري في الويكيبيديا هتلاقيه بيذكر ويعترف بهذه الحقيقة، أن سبب اكتشافه هو العدد اللي بيذكرها الكتاب المقدس. الكتاب المقدس أخبره وأخبرنا بشيء وبيقول له البشر ما يعرفوهاش، السمك اللي يعرفها، وأرشد هذا العالم لاكتشافها. وبعد ما اكتشفها بدأوا يدرسوها بعمق، وبعدها بسنوات قليلة رسم أول خريطة لهذا العالم الكبير، أو رسمت أول خريطة لهذا العالم الكبير. والعلم الكبير جدا اللي بيستخدم في الملاحة أساسي دلوقتي في علم البحار والتيارات المائية في البحار، وبقي معمول الووتر كارنت حوالين بحار ومحيطات العالم اللي بتستخدمها كل السفن التجارية حاليا. ودي واحدة من أساسيات الملاحة البحرية وطرق السفن التجارية. كل ده بناء على عدد ذكره الكتاب المقدس اللي بيقول للإنسان أنت ما تعرفش كل حاجة، ده ربنا اللي عارف كل شيء بما فيها حتى طيارات المية اللي السمك عارفها لكن انت ما تعرفهاش يا انسان. وهذا العالم المسيح لانه صدق الكتاب المقدس قال لازم الاقي اللي بيقوله. هل حد عايز دليل اقوى من ده كمعيار على مصداقية الكتاب المقدس؟ هل حد عنده اي مرجع اخر؟ بوزة لكريشنا، لحورس، لمحمد، لواتيفر مين عبر الزمان، أي مؤرخ حتى ذكر معلومة يقول البشر ما يعرفوهاش ومسكها عالم بدأ يبحثها ولقيها صحيحة؟ ورغم ذلك لا يزال الملحدين يهاجموا مصداقية الكتاب المقدس رغم أن المثال ده ملهوش حل في شهادة عن روعة الكتاب المقدس ومعيار دقته. أروح أوضح حاجة تانية مهمة، ملاحظة على عكس الآخرين. إحنا عارفين حبايبنا الحلوين إياهم أول ما يكتشفوا العلماء شيء يحاولوا يلووا معاني كلمات كتابهم المطاطية
عشان يدعوا إن كتابهم قال ده وبإعجاز علمي، حتى لو بيحرفوا ألفاظه ومعانيه وأسباب نزوله كذب في كذب. فهم يستنوا العالم يكتشف، وأول ما يكتشف أيوة إحنا عندنا النحلة، لأ عندنا النملة، لأ عندنا المش عارف إيه. في المقابل الكتاب المقدس بيقول المعلومة بوضوح ما يعرفهاش البشر، فيبدأ العلماء المسيحيين من الكتاب يبحثوا عنها ويكتشفوها لاحقا. يعني الآخرين يبدأوا من الاكتشاف فيحرفوا معاني كتابهم عشان يطبقوه، العلماء المسيحيين يبدأوا من الكتاب المقدس ويكتشفوا اللي قالوا صح فيما بعد. ليس أيضا فقط طيارات أو سبل المياه، دي رائعة. ما عندناش حاجة اسمها إعجاز، ربنا ما بيعجزش حد، لكن عندنا مصداقية. ربنا ما بيقولهاش كمان عشان يتفاخر بمعلومة علمية، بيجي في سياق كلام، لأن الله المتكلم بيجي في سياق الكلام، ولكن وانس ذكرها بتكون صحيحة. مش بس طيارات أو سبل المياه، أيضا الووتر سايكل في الطبيعة في النيتشر، دورة المياه الطبيعية، الكتاب المقدس شرحها ومنتهى الدقة. في الوقت زمانه كانوا قاعدين بيتداعوا أن الإله الفلاني بينفخ، والإله الفلاني بيعمل كذا، والإله الفلاني بس بيتلقلق فوق سريره، والإله الفلاني بيلعب بالرعد زي مسدس والعيل بيلعب. الكتاب المقدس كان يتكلم على دورة المياه في الطبيعة بمنتهى الدقة قبل ما يكتشفها العلم الحديث. قدمت أمثلة فقط من أعداد كثيرة عن شرح الرائع الكتاب المقدس للووتر سايكل في الطبيعة بناء على الوصف الكتابي في ملف العلوم المائية والكتاب المقدس، مع ملاحظة أن قبل القرن 19 ما كانش هناك عالم يعرف بالتفصيل دورة المياه في الطبيعة إزاي. احنا حاليا عارفينها كويس جدا، ده احنا بناخدها في ابتدائي حتى. على فكرة قبل القرن 19 ما كانوش يعرفوها. اول عالم تكلم عن تكوين السحب بطريقة علمية دقيقة هو واحد اسمه أوتوفون. الكلام ده كان في بداية القرن 19، وبدأ يوصف السحب انها عبارة عن فقاعات مائية مضغوطة. بعد كده جه اكستين وولر لفحصها، وبعد كده جه بعده الكثيرين، وبعدها بدأ أول وصف متكامل للدورة المائية الطبيعية وتكوين السحب إزاي. ونجد الكتاب المقدس شرحها بأكثر من 3000 سنة مضت. ليه؟ لأنه اللي بيتكلم هو الوحي الكتابي ويتكلم عن تكوين السحب بدقة عالية. على سبيل المثال للحصر، سفر مزامير 135 عدد 6، كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب. فين الكلام؟ كانوش يعرفوا الكلام ده زمان، كانوا يفكروا السحاب حاجات خناقات ما بين الآلهة، لكن ربنا يقول ان السحاب ده بيبدأ من الأرض، بخر من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر. بيتكلم عن الشحنات الكهربائية، مش إله بيلعب بالرعد والبرق، المخرج الريح من خزائنه. كتاب بيوضح ان البخر من المسطحات المائية اللي بعد نهاية الأرض يصعد إلى فوق يكون السحب، السحب دي بيحصل فيها بروق بسبب الشحنات، بتنزل المطر، وده أيضا وصف دقيق إن البروق بتسبب أمطار وليس العكس، وده كله بيتأثر بحركة الرياح. فبالفعل بعد بداية القرن 19 بدأنا نعلم تدريجيا إن السحب تتكون نتيجة بخر المياه، وإن إزاي بعد كده بتقل كثافته عن الهواء، بعد كده بتتجمع في الطبقات، وبعد كده بيكون فيها شحنات كهربائية بتسبب البرق والرعد، بعد كده بدأنا نفهم القوانين تكوين السحب وهكذا وأنواع السحب وغيرها. لكن قبل كل الكلام ده كان بيشرحه الكتاب المقدس بدقة. في الوقت اللي باقي المعتقدات كانت بتفتكر دي لعب كرابيج، الإله بيلعب بالصواعق الكرابيج من آلهتهم الوثنية. أيضا نفس الأمر نلاقيه في أرمية 10 عدد 13، إذ أعطى قولا تكون كثير مياه في السماوات ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الريح من خزائنه. أيضا في سفر أيوب 26، يصر المياه في سحبه، يعني بيجمعها بيخليها كتلة متماسكة، وده اللي بيحصل، فلا يتمزق الغيم تحتها. هنا بيوضح
أيوب بإرشاد الوحي الإلهي الرائع بطريقة رائعة، أن ربنا بيجمع البخار في السحب، والسحب دي بيرفعها ربنا بطريقة رائعة، بتكون أقل كثافة من الهواء، وتتجمع مع بعض فلا يتمزق البخار. وفعلا ده طريقة تجميع السحب بعمل ربنا. أيضا في سفر أيوب 28، ليجعل الريح وزنا أوبس ويعاير المياه بمقياس، لما جعل المطر فريضة ومذهبا للصواعق. أولا بيخبرنا بحقيقة علمية خطيرة برضو ما اكتشفهاش العلم إلا حديثا، وهي أن الرياح ليها وزن، الهواء ليه وزن، الوزن ده أتقل من بخار المية، عشان كده بيقدر يحمل البخار لغاية ما يتشكل في شكل سحب. الكلام ده ما كانش معروف حديثا إلا حديثا، محدش كان يعرف في الماضي أنه الهواء ده ليه وزن. المطر هو له قواعد تحكمه وأيضا يصاحبه صواعق. الوصف الخطير ده ما كانش مكتشف إلا حديثا ما بعد القرن، مع بعد بداية القرن 19. أيضا يقول في سفر أيوب 36، لأنه يجذب قطار الماء تسح مطرا من ضبابها الذي تهطله السحب وتقطره على ناس كثيرين، فهل يعلل أحد عن شق الغيم أو قصيف مظلته؟ هنا بيتكلم على سقوط المطر بفعل الجاذبية، لما يبتدي تتكثف حوالين يعني مولكيول أو حاجة، تبتدي تتكون أو يعني النواة اللي تكون حواليها قطرات المطر، وقطرات المطر عشان بتبقى أتقل بتسقط وتأتي من البخار اللي كون السحب وضغطت. فده شرح علمي رائع وصحيح عن تكوين السحب من الضباب اللي بيرتفع ويتجمع في قطرات مياه، ثم تسقط قطرات المياه مطر بالجاذبية والبرق والرعد المصاحبين. فالمطر لما ينزل كقطرات يكون ليه فايدة للبشر، وده بيتوزع، يعني ربنا كمان بيتدخل في توزيعه. وده بيخبرنا انه البشر ما يعرفوهوش، وفعلا يتضح وصفه صحيح في سفر أيوب 37. ايضا بيطرح الغيم يبدد سحبه نوره، والعدد في الانجليزي اوضح، in addition with moisture، اللي هي كلمة البخار اللي مش مكتوبة في العربي، he saturates the thick clouds، بيخلي السحب تتشبع بخار، وبعد كده ممكن scattered بالنور والحرارة. العدد هنا بيقول بروعة، تجميع السحب في البخار في السحاب، يعني البخار بيبتدي تبقى saturated في السحابة ويبدأ يتجمع ويتشبع لغاية ما يوصل لمستوى تشبع محدد لسمك محدد مشبع، يا إما يسقط مطر لو الظروف مناسبة، أو لو ما سقطش مطر ممكن يتشتت السحب دي بطلوع الشمس وبالحرارة فيتشتت. أيضا يقول في سفر أيوب 38، من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق ليمطر على الأرض حيث لا إنسان على قفر لا أحد فيه، ليربي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب. هل للمطر أب؟ ده هنا بيهاجم الوثنيين. ومن ولد مآجل الطل؟ هنا توضيح أن المطر الرب بيحدده بقوانين أنا آسف، ولهذا تجد مطر في مناطق ومناطق مجاورة ليه ما فيهاش مطر، ويمطر في مناطق تخرج العشب بدون مجهود بشري، وهي دي اللي بتكون أكل للماشية والحيوانات البرية. وده ليه علاقة بالشحنات الكهرومغناطيسية في السحب زي ما قالها، وهي دي طريق الصواعق. وأيضا يرد على الفكر الوثني الخطأ أن المية بتيجي من بعض الآلهة، فبيقول لهم المطر ملهوش أب، سيبكم من الخرافات الوثنية دي، المطر ليس له علاقة بآلهة وثنية بتكونه، ده إله بيعمل كذا. وأنا آسف، فكر وثني تاني يقولك الإله بيتبول ولا واتفر. فعلا ده اللي كانوا بيؤمنوا بيه، مفيش آلهة وثنية بتولد، مطر ملهوش أب، ده اللي بيقوله الكتاب المقدس. أيضا عن دورة المياه على سطح الأرض يتكلم في سفر الجامعة ويقول إصحاح 1:7، كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن، إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة. هنا بيشرح نقطة مهمة جدا، ان المياه لها دورة، فالانهار مش هتفضل تعبي 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 البحر، لا ده ما بيحصلش، لانه بيتبخر فتصير سحب
مطر، تسقط مطر، تكون أنهار، تجري الأنهار مرة أخرى للبحار، تتبخر المياه من البحار وهكذا. دورة لا تنتهي، ده اللي بيشرحها سفر الجامعة بمنتهى الروعة والدقة في سفر الجامعة صحاح 1 عدد 7. أيضا أشعياء 55 عدد 10، لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل. فهنا بيقول إن الرب ربنا المطر ربنا أعده علشان يروي ويدخل في دورة الحياة والنباتات والحيوانات، عشان كده ما يمطرش ويتبخر بسرعة، لا، بل بعضه بيستخدمه ربنا في دورة الطبيعة دي. أكرر مع ملاحظة، في هذا الزمان كانوا بيفتكروا إن المية بتنزلها الآلهة أو حيوانات أسطورية أو حوت عملاق أو غيره من الأساطير الكتيرة اللي لسه بقاياها موجودة في كتب حتى الآن. ده روعة الكتاب المقدس بيشهد على دقته بنفسه. النقطة الثانية، المطر والشحنات الكهربائية، ودي بالظبط مكملة للنقطة السابقة. اكتشف اللورد كالفن إن المطر بيحصل بسبب تفريغ للشحنات الكهربائية زي الصواعق لما بتتصادم سحب مختلفة الشحنات الكهربائية، ولكن دي برضو ذكرها الكتاب المقدس قبل آلاف السنين، الصانع بروقا للمطر وصانع بروقا في مزمور 135:7. أيضا تكلم عن وزن الهواء زي ما قلت، طبعا ده قبل ما نعرف ان الهواء وزن ونبتدي نخترع الباروميتر ونبتدي نعرف انه الهواء ليه وزن، وكمان وزن الهواء بيختلف وبيختلف من منطقة لأخرى وبيختلف من 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 موسم لموسم، ونبتدي كمان نخترع أجهزة تقيس لنا سرعة الرياح. الوحي في سفر أيوب يورد الكلام ده بمنتهى الدقة. النور، لما يقول قال الله ليكن نور فكان نور، وده بيقولها بوضوح قبل خلقة الشمس والنجوم اللي اتخلقوا في اليوم الرابع. طبعا باستمرار بيهاجموا الكلام ده في الكتاب المقدس، يقول لك الخرافة المش عارف ايه، ازاي خلق النور في اليوم الاول والشمس والنجوم في اليوم الرابع، بلاش تخريف، بلاش 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 بلاش، والكلام ده كله. رغم انه في العصور الحديثة اللي يدقق الضوء ده طاقة، تم اكتشافه ان هو طاقة. فالضوء ما طلعش انه الشمس دي عبارة عن اله بتبعث الضوء من نفسها، ولا حتى كنجم مصدر للضوء. الشمس هي عبارة عن مخزن لهذه الطاقة، فهذه الطاقة اوريدي موجودة من قبل، اتخزنت في صورة روابط بين الذرات، وهي بطاقة الاندماج وطاقة الانكماش وغيرها، بترجع الطاقة دي مرة تانية تنبعث في شكل موجات ضوئية. فالشمس والنجوم مخزن وليست الخالق للطاقة الضوئية، بل هناك مصادر طاقة أخرى كالأشعة البنفسجية والفوق بنفسجية وأشعة إكس واي، ما يسمى بالكوزميك مايكروويف باك جراوند، اللي كمان خارج النجوم. وكان النور في الحقيقة فوتونات ذات طاقة محددة تصاحبها ذبذبات في شكل أمواج. فربنا يسأل أيوب أين الطريق، ده في أيوب 38:19، أين الطريق إلى حيث يسكن النور والظلمة أين مقامها؟ فبيتكلموا أن النور ما بيسكنش، بيستمر، فمش شيء ثابت، هو مش كشافة بقت حاجة ثابتة موجودة، لا، ده أمواج مستمرة. أنتوا عارفين أن في الماضي ما كانوش يعرفوا أن الضوء ليه سرعة، ده الكلام ده اكتشف في العصور الحديثة. هنا بيتكلم ان النور ما بيسكنش في مكان، ده مسار شعاع. وده لعظمة ودقة الوحي الإلهي، لأن تردد ذبذبات الضوء أعلى من الصوت، فكمان يكمل ويقولك ما تسمعش صوتها. فيقول في سفر المزامير 19، السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يدي، يوم إلى يوم يزيع كلاما وليل إلى ليل يبدع علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم. مرة تانية الكلام ده اكتشفناه في القرون الأخيرة وعرفنا أن الضوء أسرع من الصوت وهكذا، لكن الكتاب المقدس ذكرها سابقا. نقطة 11، شكل وأبعاد السفن. طبعا المثال الواضح تماما تصميم فلك نوح اللي ثبت صحتها ولا زال يعمل بها حتى الآن في علم تصنيع السفن الكبيرة، الأبعاد اللي هي 6 لـ1.
عشان كده واحد من أعظم خبراء السفن حديثا في كوبنهاجن بعد مرور آلاف السنين قال علينا أن نعترف أن أبعاد فلك نوح اللي هو في تكوين 6 هي أفضل نسبة أبعاد للسفن الكبيرة اللي هو الطول العرض 6 لـ1. لما قال بوضوح شديد 50 ذراع لـ300 ذراع. آدي الكلام اللي موجود في هذا المرجع، نص كلامه. طبعا دكتور هنري موريس وضح أن أبعاد الفلك ده تجعل مستحيل أنه يتقلب. سعة الفلك اللي هو 65 ألف متر مكعب ومسطح بطريقة كافية جدا للتهوية، والقوة المستطيلة دي يخرج منها الهواء الساخن، والفعلا دورة الهواء مناسبة جدا مع الرياح مع الأمواج، فيدخل هواء نظيف، وده يتفق علميا مع أحدث أساليب التهوية اللي بيعملوها في السفن عشان تشتغل مع حمل التيارات، حمل الهواء ودفع الهواء الساخن لأعلى. في الموضوع ده اتكلمت كمان ان ازاي علم الجيولوجيا والطبقات هو في الحقيقة يتفق تماما مع نظرية الكارثة المائية العملاقة اللي هو الطوفان اللي هو قاله الكتاب المقدس على الطوفان. وقدمت موضوعات كتيرة قوي، ده كان القسم الخامس، الجيولوجيا والحقب، الجيولوجيا والتطور، وقدمت موضوعات كتيرة عن دقة وصف الكتاب المقدس اللي اتكلم عن علم الكارثة اللي هو يسمى حاليا الكاتاستروفيزم، علم الكارثة، وان الطبقات ما كونهاش ترسيب بطيء اللي هو ادعاء الحاضر مفتاح الماضي اليونيفورم ماتيريانيزم، الترسيب البطيء المستمر، لا الطبقات كونها كارثة. ورغم هجوم الملحدين للكتاب المقدس واللي اتضح ان هو صح وان الكارثة هي اللي تكون الطبقات الرسوبية وليس الحاضر مفتاح الماضي او اليونيفورم ماتيريانيزم، الا انهم بدأوا يتخلوا حاليا عن اليونيفورم ماتيريانيزم وبدأ يجبروا باعتراف انه الكارثة هو الصح. لكن هل يعترفوا بصحة الكتاب المقدس؟ طبعا لا، الناس دول غير حديين، مهما حصل عمرهم ما يعترفوا بصحته، الناس دول بيكرهوه. خلينا نواجه الحقيقة، الناس دول مش يعترفوا بيه مهما حصل، ولو أمرهم واحد من الأموات أو نزلهم ملاك من السماء مش يعترفوا بصحته. هم اختاروا الرفض للرفض وهفضلوا يهاجموه بمنتهى الشراسة مهما حصل، وبيشهد عن دقته بكل المعايير الأكاديمية. لكن عشان عنادهم الغير حيادي، عشان ما يعترفوش بدقة الكتاب المقدس، بيدعوا أيوة بنعترف دلوقتي بالكاتاستروفيزم، لكن بنعترف بكاتاستروفيزم اللي هو الكوارث المائية المتكررة، عشان ما يعترفوش ان هي كارثة مائية عملاقة واحدة. ايه رأيكم؟ رغم شهادة الملاحظات العلمية القوية على الكارثة الواحدة وليس الكوارث المتعددة، فالكتاب المقدس واقف بقوة أمام كل المحاولات لتخطيئه حتى في هذا الأمر، وبدأ حاليا يتنازلوا عما يقولوه ويعترفوا بالكارثة رغم عدم اعترافهم به. بل حتى يوجد طبقات وأخاديد وأخدود كبير في المريخ ما عندهمش مشكلة تماما ان يعترفوا انه في طوفان غرق المريخ وعمل الاخدود. طب ما في اخاديد زيه على الارض؟ لا برضو ما كونهاش الطوفان الواحد. يعني انتوا تشوفوه في المريخ فتعترفوا عشان ما ذكرهوش الكتاب، تشوفوه بوضوح اكتر على الارض فبرضو رفضي، عشان تعرفوا ان الناس دول بيكيلوا بمكيالين. الناس دول ليسوا حياديين. لما يهاجموك ويقول لك لا ما تستشهدش بكتاب مقدس، ده مش كتاب علمي، هات لي من المراجع العلميه المعتمد بيها. ومين قال ان الكتاب المقدس مش مرجع يعتد بيه؟ ليه ملهوش ليه معايير مصداقيته بوضوح اقوى من اي كتاب علمي؟ بل الكتب العلميه اللي كان معترف بيها وليها مصداقيه من عده قرون واستمرت عده قرون حاليا ليس لها مصداقيه، واستمر الكتاب المقدس هو الصح. أيضا عوازل الحريق، حديثا اكتشفوا أن الباب الخشبي اللي يبقى مجلد بإحكام بالنحاس ده أكشولي أفضل باب يقاوم الحريق، لا باب الخشبي لوحده ولا حتى النحاس لوحده. ده حاليا، قبل ده ب3500 سنة ربنا صمم مسبح النحاس بأنه خشب مغلف بالنحاس بالكامل فيقاوم الحريق المستمر عليه من الذبائح. أفضل وسيلة في زمن صناعة المذابح وهو من 3000 سنة في زمن سليمان، هو أنه أو في زمن موسى من 3500 سنة أنه يتصنع
المسبح من خشب متغلف بالنحاس بالكامل، ده يجعله أعلى مقاومة للحرق أو الانصهار. ده اللي اكتشفوه حاليا. هل بالصدفة؟ كل دي بالصدف؟ لا ما تنفعش، بقى زادت أو إن هي تبقى بالصدف. الدورة الدموية اللي اكتشفها العالم ويليام هارفي في سنة 1615 بسبب برضو لأن الكتاب المقدس كان تكلم عنها بوضوح، ولما تكلم على الدورة الدموية والتنفس الداخلي، الدم اللي بيحمل أكسجين للخلايا، لما قالها الكتاب المقدس بوضوح أن النفس في الدم زي لويين 17 11 وغيرها. والكلمة العبري على النفس اللي هي تعني التنفس، وبالفعل اتضح أن التنفس الداخلي يتم فعلا من خلال الدم اللي بيحمل الأكسجين من الرئة للخلايا. فده اتضح ووضح روعة ودقة الكتاب المقدس ده. أول ما بدأ كان في القرن 17، لكن في الماضي ما كانوش يفهموا الكلام ده. في الماضي يفهموا الدم حاجة عادية وممكن تفسد، ما يعرفوش إن فيه إنه يحمل الأكسجين والكلام ده كله. وعشان كانوا بيعتقدوا إن جزء من الدم يفسد، كانوا ممكن يحاولوا يصفوا جزء من دم شخص. فلو الإنسان مرض كانوا ياخدوه للحلاق عشان يطلع منه بعض الدم الفاسد فيتحسن. طبعا الكلام ده خرافة، محدش بيعملها خالص هذه الأيام. على فكرة بعض الأنبياء الكاذبين كانوا بيعملوا هذا الأمر زي رسول الإسلام. الكتاب المقدس كان بيوصي بعكس ذلك تماما. فللأسف حتى شايفين العلامة دي اللي كانت رمز للحلاقين حتى الآن، العلامة دي ليها تاريخ، لأن الفوطة اللي كانوا بيستخدموها في تجميع الدم وياخدوها ينشروها برة، فالرياح كانت تخليها تتلف حوالين العمود اللي قصاد محل الحلاقة بتاع تصفية الدم، فلما تتلف تاخد هذا المنظر، فبقي ده الرمز المميز لمحلات الحلاقة واللي بيطلعوا فيها الدم اللي بين قوسين فاسد، يجرحوا الشخص عشان ينزف شوية دم فيخف، رغم ان ناس كتيرة كانت بتموت بهذا الامر. تعرفوا ان جورج واشنطن رئيس امريكا نفسه مات بسبب انهم استمروا ينزفوا دمه عشان يشفى من الدم الفاسد، رغم انه كان ساعتها مصاب بالتهاب رئوي ومش دم فاسد. لكن الكتاب المقدس كان وضح خطأ الكلام ده، وان التنفس في الدم، التنفس الداخلي كله عبارة عن الدم. لو كانوا في وقته اتبعوا كلام الكتاب المقدس ما كانش مات في ايديهم جورج واشنطن. 14 ارتباط الجسد. يؤكد العلم الحديث الترابط الشديد بين اعضاء الانسان زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس 12:26. فان كان عضو واحد يتالم فجميع الاعضاء تتالم معه، وان كان عضو واحد يكرم فجميع الاعضاء تفرح معه. طبعا نقلها او بمعنى اخر سرقها كاتب القران من الكتاب المقدس. وحتى اليوم برغم التقدم الهائل في أنظمة التحكم الآلي، فباعتراف العلماء المتخصصين لا يوجد في كل العالم آلة تعمل بارتباط وثيق بين كل أنظمتها وأعضائها زي جسم الإنسان، الجسم اللي صممه ربنا. عشان كده حتى التطور مش بس فاشل إزاي تطورت الكائنات، بل إزاي مع التطور كان باستمرار يعني كل الأعضاء وكل الخلايا بتتعامل مع بعض بهذه الدقة. ما تنفعش حتى دي تتطور تدريجيا، ما تنفعش، لازم تكون مصممة بطريقة مكتملة من البداية. 15 ضربة القمر اللي للأسف بعض الجهلة حتى الآن بيسخروا من الكتاب المقدس بسببها. الكتاب المقدس ذكر إن في حاجة اسمها ضربة القمر، مون سترايك، مش بس ضربة الشمس. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل، مزمور 121:6، بالإضافة لمعناها البيئي، ولكن أيضا شرحت معناها العلمي في الرد على شبه ضربة القمر مزمور 121. لكن العلم الحديث أكد أن في حاجة اسمها ضربة القمر مون سترايك. كلام ده اتنشر رسميا في مجلة نيتشر في فوليوم 14 في عدد 364 في صفحة 545، وحاليا بتسمى باللفظ الكتابي ضربة القمر مون سترايك، وقدمت مراجع على الكلام ده. فالنقطة اللي كان المشككين بيهاجموا وبيسخروا من الكتاب المقدس ولازال بعضهم من جهلهم بيعملوا،
أصبحت الآن تعبير علمي معترف به. 16 تكوين الجنين. طبعا الكتاب المقدس تكلم بمنتهى الدقة عن تكوين الجنين على عكس الخرافات السائدة حتى في العصور الوسطى في ديانات أخرى، زي ما جه في سفر أيوب 10 وفي سفر المزامير 119 بمنتهى الدقة. طبعا الكلام ده شرحته في ملف الوصف الكتاب الرائع لتكوين الجنين في سفر أيوب 10 ومزامير 139. فبينما كل العالم بعلمائه وبدياناته حتى العصور الوسطى غارقين في خرافات تكوين الجنين، كان الكتاب المقدس الرائع بشرحه الرائع عن تكوين الجنين هو اللي ثبت ان هو الصح. كل دي أدلة على معيار الدقة، فليه ما بيعترفوش بدقته؟ 17 الكتاب المقدس كان دقيق جدا تجاه الصحة العامة للإنسان، فالكتاب وصاياه واضحة انه بيحاول كان يمنع نقل العدوى قبل حتى ما نكتشف العدوى البكتيرية. وصى الكتاب بعدم أكل الحيوانات الميتة بل عدم لمسها في تثنية 14-21-14، وده فعلا ثبت ان هو مضر وبيحصل بسبب بكتيريا التعفن وبيسبب أمراض في حالات كثيرة. بل الكتاب وصى كمان بعدم شرب المياه لو حتى لمسها حيوان ميت اللي هي متدنسة، يعني بقت غير نظيفة في سفر العدد 19-15 ولوين 11-9-39، وده برضو ثبت صحته، مع ملاحظة أن قبل اكتشاف الكلام ده استمر حتى في القرن 19. ما كانش عندهم على فكرة مشكلة يأكلوا الحيوانات الميتة، لكن كان يحط عليها بعض الأعشاب فقط عشان يمنعوا الرائحة، وكانوا يعيوا والكلام ده ولا عارفين السبب، رغم أن الكتاب المقدس كان بيوصي أن الكلام ده نجس يعني غير نظيف ويجب التخلص منه. واتضح أن كالعادة الكتاب المقدس صح في اللي بيقوله، بل من دقته هو أول من تكلم عن حاجة اسمها الحجر الصحي، لما قال في مرات كتيرة كأمثلة فقط أن اللي يلمس إنسان مصاب بمرض زي البرص اللي هو الجزام وغيره يكون نجس 7 أيام، يعني تعزل صحيا 7 أيام عشان ما ينتشرش العدوى. كذلك عزل الأبرص اللي هو مريض الجزام اللي هو بلوين 13، وللأسف في انتشار الطاعون الأسود اللي في أوروبا أباد تلت البشر يعني أكتر من 60 مليون، ولم يستطيعوا القضاء عليه إلا لما عادوا للكتاب المقدس وطبقوا شريعة العزل للفلاويين زي لوين 13-46، وده اللي حمى باقي الناس من الطاعون اللي كان بيموت. فالكتاب المقدس أنقذ البشرية ودي معترف بيها، ده واحد من الأدلة اللي ما يقدروش بقى يكذبوا ويزوروا في التاريخ إن أنقذ البشرية من الطاعون. أيضا قصة عدم زيارة المرأة بعد الولادة مباشرة عشان حماية لصحتها ولصحة مولودها، خاصة هي من حمى النفاث. بل نعرف كارثة وفاة النساء بعد الولادة حتى القرن 18 بسبب عدم عزلها فتتعرض للإصابة. فاكرين الطبيب اللي أوصى بغسل اليد ما بين كل توليد؟ اعتبروه مجنون عشان عايز يقلل حالات الوفيات في المستشفيات من الولادة، وضعوه في محطة نفسية لعدة أسباب منها إن هو نادى بغسل اليد قبل ما يولد طبيب المرأة. لكن الكتاب المقدس مش كان بس بيوصي بغسل اليد، ده كان بيوصي بغسل الجسم بالكامل للطهارة، ده كان هيفيدهم جدا لو انتبهوا للي قاله الكتاب المقدس، كانوا هينقذوا حياة كام أم ماتت بسبب العدوى. بل موسى لو كان فعلا بيكتب كبشر، مش موسى تربى في الحضارة المصرية، ده تربى في قصر فرعون يعني اتعلم من الحضارة المصرية ورضع معلوماتها صح. في زمن موسى الحضارة المصرية اللي كلنا بنفتخر بيها ولكن كانت مليانة أخطاء، في زمن موسى في بردية اسمها بردية إبيرس باباريس، البردية المصرية دي وأدي صورتها قدام حضراتكم من 1550 يعني بزمن موسى لما كان بيتعلم في مصر، البردية دي بيها 800 وصفة طبية، أغلب الوصفات الطبية في البردية دي غلط تخالف العلم وخطأ، ولم نجد موسى يوصي بولا واحدة منهم لشعب إسرائيل. مش موسى فعلا لو قاعد ده موسى نقل من حمورابي، ده موسى نقل مش عارف من إيه، طب مش كان نقل من الحضارة المصرية اللي متعلم منها؟ مش ده اللي بيحاولوا يدعوه كذبا؟ لا موسى الكلام ده غلط وما حصلش، ولما يثبت انه حصل يبقى نقله
طب ما كان نقل من الحضارة المصرية، عندنا برديات مصرية بتتكلم على صوتات طبية ولا واحدة أخذها موسى. على سبيل المثال للحصر من كثير، البردية مثلا تقول لك إن الشخص المصاب بكسر يعالجوه إزاي؟ يجيبوا دم دافي وبراز حمار يخلطوهم على بعض ويحطوه على الكسر. طبعا نعرف كارثة الموضوع ده للتلوث. تخيل واحد لو رجله مكسورة جابوا له دم دافي وبراز حمار وخلطوهم على بعض وحطوهم فوق الكسر، رجله المكسورة. لكن الكتاب المقدس تكلم على العدوى البكتيرية والفيروسية أو العدوى عامة قبل اكتشافها بأكثر من 3400 سنة. فرغم أن الحقيقة المقارنة قاطعة بدقة بطريقة لا تقبل الجدل في صالح الكتاب، ورغم كده مصرين أن ما يعترفوش بدقته بعدم حياديته. أيضا في نفس النقطة أوصى الكتاب المقدس بعدم أكل الشحم في لاويين 7:23-25، وبعد كده حديثا حاليا أصبح يوصى بعدم أكله نظرا لخرطولة الكوليسترول. أيضا دفن إخراج الإنسان عشان ما يتولدش عليه الذباب وينقل البكتيريا وينشر الأمراض، كلام ده في تثنية 23:12. مش بس تخرج خارج المحلة، ده حتى وانت خارج المحلة لازم تدفن. بينما باقي الشعوب كان يكتفوا في هذه الأزمنة أن يخرج إلى البادية ويخلص حاجته، لكن مش مهم يدفنوها. الكتاب المقدس كان بيصر أن لازم تدفن علشان الذباب ما يقفش عليها وينقل الأمراض. ده حتى أحدهم جم في القرن السابع وقال لك 3 حجرات. حجرات إيه بس؟ القرف ده. الكتاب المقدس كان لازم كل ده يدفن عشان ما فيش حاجة اسمها عدوى تتنقل، وده بيناسب تماما القوانين الصحية المعروفة في يومنا الحاضر. في الماضي اللي كان يقرأ الوصية دي ما كانوش يدركوا أبعادها العلمية، لكن حاليا بقينا فاهمينها كويس جدا. 18 المعلومات الطبية لشريعة التطهير برماد البقرة الحمراء في سفر العدد 19 وفي لوين 14 اللي اتضح انه مناسب جدا لقتل البكتيريا المعدية. ليه؟ لأنه فعلا الحريق ده لما بيتم بيطلع مادة تشبه تركيب الصابون، وأيضا مادة شبه مطهرة، مناسب جدا لليوم الثالث واليوم السابع للشخص المعزول طبيا أن يتطهر بيها عشان يموت البكتيريا المعدية. وكلام ده شرحته من معلومات طبية لشريعة التطهير برماد البقرة الحمراء سفر العدد، بل أيضا في لوين 6:25-8 20 يتكلم بوضوح عن غسل بقايا الطعام من الأوعية وشطفها جيدا بالماء عشان ما تتلوثش، وده اللي نعرفه هذه الأيام من بكتيريا التعفن. لكن قبل كده ما كناش نعرف عنها شيء. نقطة 19 ختان الطفل في اليوم الثامن، واللي وضح أن العلم من اليوم الثامن أنسب وقت لعملية ختان الذكور، سواء من جهة تجلط الدم، نسبة فيتامين كي اللي يبدأ يرتفع، ونسبة البروثرومبين وهكذا، وأيضا متحمل الألم. وقدمت الجراف واللي كان عليه صراعات مع الملحدين، فاكرين؟ فأوضح العلم فعلا أن اليوم الثامن أنسب وقت لعملية ختان الذكور، وده حتى الأطباء اللي بيقوموا بالختان بيوصفوا اليوم الثامن حتى الآن، سواء من تجلط الدم بالعوامل المختلفة اللي قلتها أو تحمل الطفل للألم، وده اللي يوصي بيه ربنا في لوين 12. مع ملاحظة أن كل النقاط السابقة شرحتها تفصيلا، طبعا رد على الأخوة الحلوين الملحدين اللي كانوا بيهاجموني مرارا وتكرارا، أنتوا افتكروا فيما قدمت، فالعايز وحتى ردا على أساتذتي الأحباء الموضوع اللي هي المعلومات العلمية في الكتاب المقدس. على فكرة أوريدي اتكلمنا على حاجات كتيرة، رغم أن كنت عامل حساب أن أنا أعملها قسم كامل، لكن أوريدي تكلمنا عليها في ردا على ملحدين في نقاشات كثيرة. فالرد على فيديو دكتور غالي يحطم كهنة الإلحاد الجزء الأول اللي هجموني فيه ورديت على كلامهم، الرد على فيديو دكتور غالي يحطم كهنة الإلحاد الجزء الثاني اللي برضو رديت على كلامهم، الجزء الثالث وفيتامين كي اللي شرحته بالتفصيل، أيضا موضوع النقاش هل ما قلته على أنسب وقت للختان يوم الثامن هو خطأ، وقدمت المراجع العلمية بما فيها اللي استشهدوا بيها وطلع كلامي صح، هل ما قلته على موضوع الرد على نجاسة المرأة ومفعول التستوستيرون على نزيف الأم خطأ، واللي اتضح فعلا في فرق ما بين ولادة الولد والبنت وقدمتها بالتفصيل من المراجع،
موضوع هالما قلته عن رماد البقرة وتركيب الصابون ده خطأ، وهتلاقوا الفيديوهات دي كلها وتقدروا تتأكدوا، قدمت عنه مراجع تفصيلية. هالما قلته عن الطبيب الذي أوصى بغسل اليد وأوضعوه مستشفى المجانين خطأ، وطلع فعلا اللي أنا قلته كان صح تماما. كل دي موضوعات أخذناها للي عايز يرجع اللي أنا قلتهم دلوقتي بالاختصار الشديد، اللي عايز يرجع لهم بالتفصيل كل الفيديوهات دول الستة أو السبعة تقدروا ترجعوا إليهم، وهتلاقي كلهم بالمراجع التفصيلية في كل واحدة فيهم، ومسكت كل نقطة حول الملحدين يهاجموني فيها وقدمت عنها المراجع التفصيلية العلمية. ورغم روعة ودقة الكتاب المقدس واللي ما عرفوش يردوا على أي نقطة من دول، وما ينفعش حتى تكون الكلام ده يقوله الكتاب المقدس بالصدف، لا ما ينفعش، إلا أن غير المؤمنين به لا يزالوا حتى الآن بيبحثوا وبيألفوا وبيكذبوا أي حاجة عشان يهاجموا بيها مصداقية الكتاب المقدس. 20. النقطة اللي اتكلم فيها الكتاب المقدس عن الحياة من حياة وثبات الأجناس، الكتاب المقدس قال بوضوح أنت تحييها كلها. كان يدعي البعض أن الكائنات الحية بتخرج من مواد غير حية. زمان في زمن داروين وقبله كانوا بيفتكروا أن الجعران بيطلع من الطين، مش بيطلع من بيض. كانوا بيفتكروا أن الديدان بتطلع من اللحمة، ما يفتكروش أن الديدان دي بيض حشرات. ده اللي كانوا بيفتكروه زمان العلماء، ده اللي كانوا بيفتكروه. انتوا متخيلين ان داروين وعلماء زمانه ده اللي كانوا بيفتكروه؟ لكن ثبت بالعلم بداية من زمن باستير وما بعده، لا مفيش حاجة اسمها ميت زي حتة لحمة ميتة يطلع منها كائنات حية الديدان، وميت زي الطين يطلع منه الجعران، لا الكلام ده خرافة، ولا شوية زبالة متجمعة يطلع منها فار. الكلام ده اللي بيؤمنوا بيه العلماء وإجماع العلماء في زمن داروين. لا، الحي يخرج من حي فقط، وده اللي أصبح قانون وليس فرضية، هو law of biogenesis. ومثلها الكتاب المقدس في تكوين واحد قال 10 مرات كجنسها، وده فعلا اللي واضح قدامنا، اللي مش قادرين يعني يعملوا أي شيء عشان يكسروا حده، اللي هو ثبات الأجناس الستيزس. بنفضل نتابع أجناس سواء عمرها طويل أو عمرها قصير، سريعة الإنجاب أو قليلة الإنجاب، وكلها متفقة على حقيقة واحدة، ثبات الجنس ما بيتغيرش. نفضل نتابع في حيوانات كالقردة وغيرها وتفضل زي ما هي ما بتتطورش. طب دي معلش بتاخد وقت طويل، طب حيوانات سريعة زي بعض الطيور، زي بعض الحشرات، زي ذبابة الفاكهة، بل وصلنا أن لبعض الكائنات دورة حياتها 15 دقيقة. يعني المفروض في سنة نشوف يعني التطور اللي ما حصلش، ولم نرى تغير الأجناس على الإطلاق. والحقيقة وده قدمتها طبعا بالتفصيل قبل كده على ثبات الأجناس بالتفصيل من مراجع والعلماء، الستيزيس ثبات الجنس زي ما قالوا الكتاب 10 مرات. ده بالإضافة إلى ما يتعدى 80 موضوع علمي رائع في آخر 5 إصحاحات في سفر أيوب، فقد يشهد على روعة وحي ومصداقية ودقة الكتاب المقدس، زي موضوع بهيموث في سفر أيوب، موضوع لويثان في سفر أيوب، المعلوم المائية، كل الحاجات دي كلها اللي تقدروا ترجعوا لها وتلاقوها في الموقع اللي هو بتاع دكتور غالي، هتلاقوا الكلام ده كالعادة موجود. لو ترجعوا لسفر أيوب هتلاقيه، أو آخر كام إصحاح في سفر أيوب. رغم من أي نقطة من النقاط دي كلها، صدقوني لو تلاقت في كتاب آخر لأحدهم، أو تلاقت في كتاب قديم لحرارة من الحضارات إياها أو بردية، ده كانوا تشدقوا بتقدم هذا الشعب بطريقة ما حصلتش. حاجة من الحاجات دي كلها لو تلاقت في بردية مصرية أو من الشعوب القديمة أو غيره، ده كانوا يفضلوا يتشدقوا بتقدم وروعة هذا الشعب أو روعة هذا الكاتب، وقصدهم مش عشرات، مئات إن لم يكن الآلاف من النقاط كلها متجمعة في الكتاب المقدس فقط، ولا زالوا يرفضوا ويهاجموا. فأكرر، الأمر ليس بحث عن الدليل فملقوش، لا، ده هناك من الأدلة
مئات إن لم يكن آلاف. لكن الأمر أثبت بوضوح إن مهما اكتشف من الأدلة على دقته، هم من اختاروا رفضه للرفض. ده ليه؟ لأنهم غير حياديين، هم بيكرهوه بعدم حيادية. لن يقبلوا مهما اكتشفت من أدلة رغم بوضوح المعايير الأكاديمية تشهد على مصداقيته بوضوح. كل نقطة من النقاط من دقة مختلفة في المجالات المختلفة كلها ملاحظة مختبرة وصمدت أمام المواجهة في النقد الأعلى وتشهد على الرب الذي لم يترك نفسه بلا شاهد. فكتاب المقدس اللي يقيس بحيادية، ولكن للأسف مش متوفرين دول اللي بيقولوا، يجد أنه دقيق علميا، بل هو الذي ألهم علماء مسيحيين كثيرين أن يكتشفوا ما اكتشفوه، ودول اللي أسسوا كل العلوم الحديثة تقريبا. ورغم كده الملحدين اللي سرقوا علومهم بدل ما يعرفوا بمصداقيته يعترفوا بيها ويتعلموا منه، لا يزالوا بيقص قلوبهم بدون حيادية وبيبحثوا بأي شك بأي شكل عشان يهاجموه ويخطبوه. انتهينا من تلخيص أول معيار اللي هو الأكريسي، وحنكمل بقية المعايير في المحاضرات القادمة. والمجد لله دائما، وربنا يبارك حضراتكم، وأسف جدا لو أخطأت في أي شيء. صدقوني ده لو حصل، صدقوني لم يكن عن قصد، لكن حاولت أقدم ملخصات ولكن بمراجعة أيضا. ربنا يبارككم أساتذة.